إقبال الشباب الجزائري على العمل الجمعوي كان عنوان الملتقى الذي نظمته قناة فيزيون تي في عبر الواب بتعاون مع المكتب الولائي للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بكلية الإعلام والاتصال ببن عكنون. هذا الإيفنمون هو من تنظيم قناة فيزيون تي في عبر الواب من شأن طلبة كلية الإعلام والاتصال بتعاون مع الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية كي بور تيم لونغاجمون دي جون دون لو موفمون اسوسياتيف. اللي راح نطلقوا فيه الحديث عن بعض الجمعيات لي بريزونطاسيون تاع هاد لي اسوسياسيون مع التحدث ايضا عن بعض المشاريع اللي في صدد انجاز تاع هاد الجمعيات. راح نقترحوا مشروع هو برنامج راح يكون تربوي ثقافي وايضا رياضي باش ننجزوه اون كولابوراسيون مع هاد الجمعيات اللي هم حاضرين معنا اليوم. الملتقى كان مناسبة لرؤساء بعض المجموعات والجمعيات التطوعية من أجل الحديث عن العمل الجمعوي وأهميته في حفظ أسس وقيم المجتمع المتمثلة أساساً في التضامن والتعاون. طبعاً اليوم لقائنا معهم حتى يتمكنوا من الاطلاع على تجربتنا في المجتمع المدني من خلال طبعاً الموضوع اللي نهتم به اللي هو حقوق الأطفال، هو امتداد طبيعي لحقوق الإنسان وممارسة المواطنة كحق وواجب. فمن خلال هذه التجربة وهذا التواصل راح نمكن من أنه يكون هناك إقبال من طلبة ومن الشباب على العمل الجمعوي اللي هو همزة وصل بين المواطن وبين السياسات العمومية والمسؤولين ومعالجة الأمور الضرورية في المجتمع. وخلال الملتقى تم أيضا التحدث عن دور الإعلام في التحسيس والتوعية بعمل هؤلاء الشباب المتطوعون وإبرازهم كقدوة لغيرهم، إضافة إلى ترسيخ قيمة التضامن ودوره المهم في التكافل الاجتماعي.